فيران توريس يحاول بالتأكيد أن يصل إلى مرمى الميلان. ركنية موجودة حاضرة عن طريق رافينيا. رافينيا على يسار حارس المرمى مينيان ترسل على القائم الأول راسية لكن سهل. الموسم الماضي يعتبر من أفضل الدفاعات في الدوريات الخمس الكبرى. تخيل 20 هدف فقط استقبل في الدوري الإسباني في 38 مباراة. هذه كرة بتصل محاولة كوندي الكرة في القائم خطيرة 1-0 لكن من جديد مايك مينيان يتصل خطيرة والكرة اللي تحولت لبرشا. شوف القائم الأيمن بعد ذلك الجانب فيران توريس أبعدها مايك مينيان محاولة أخطر في المباراة. هذه تسديدة كوندي لكن القائم الأيمن بالتأكيد ديمبلي بعد غريزمان وكوتينيو. هذه كرة محاولة طريقة موجودة عن طريق الزنزوري الخطير الشاب الصغير صاحب العشرين للأمام من جانب فيرمان لكن عادت الكرة للميلان. جيرو الله على التقدم على المحاولة كرة خطيرة فرصة الأول رايندرز انطلق رافينا يحاول وسط مجموعة رافينيا سدد الله مينيان في المرمى يتصف. هذا الأسلوب اللي يحاول من خلاله برشلونة أن يكسر هذا التعادل السلبي. رافينيا انطلق شوف رافينيا خطير على مستوى المساحة لو أتيحت تغيير اتجاه اللعب من فلورينزي. الكرة في هذا المكان إلى رايندرز رايندرز كرة مرت من الحائط الكرة إلى ركلة مرمى لكن شوف تغيير اتجاه اللعب بشكل ممتاز إلى رايندرز لعبها في القائم الثاني. هل هي كانت المحاولة على المرمى أو باتجاه بوليشيتش غير مفهومة هذه الكرة لكن لكن المطلوب استمرارية اللعب. ما زالت الكرة موجودة والمحاولة عن طريق رافينيا واحد على واحد أمامه ثيو لكن لا يمر من أمام هرنان تاموري الكرة إلى رافائيلياو واحد للميلان وفرانكو باريزي تغطية بشكل ممتاز كرة وانطلاقة محاولة رافينيا داخل منطقة الجزاء مينيان فيها رافائيليا ورافائيلينا كوندي رافائيل مر جول جديد. هذه الكرة لمصلحة برشلونة كوندي أو إيريك غارثيا إلى حارس المرمى إينيكاي بينيا لكن في هذه اللحظات سيداتي أنساتي سادتي حكم المباراة أليكس يطلق صافرة نهاية شوط المباراة الأول في التعادل السلبي بين العملاق. سعيد هذه الكرة الميلان تشاو بشكل ممتاز خروج بالكرة رائع والكرة المرتدة الآن انطلاقة عن طريق رايندرز وصلت إلى لياو أمام أراوخو يحاول رافائيل حلوة الفكرة يا رافا جميلة روعة الفكرة يا رافائيل. إيريك غارسيا أليخاندرو انطلق في اليسار بالدي يطلب الكرة فاتي مر تقدم فاتي الله فعلها البارس صاحب العشرين سنة وصاحب القميص رقم 10 بالتأكيد كل من يحمل هذا القميص في برشلونة يجب أن يسجل هكذا أهداف فعلها الصغير فاتي وسجل هدف في منتهى فاتي بالقدم اليمنى وليس باليسرى يسجل هدف في منتهى الروعة على يسار 20 ب 72 مليون يورو اللاعب البرازيلي محاولة لياو تقدم التعادل الميلان لا 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 لا, لا يا رايندرز لا يا رايندرز غير معقول يامال سدد لكن الكرة مرت صاحب 16 سنة لحتى الآن. هذه كرة خروج حارس المرمى بينيا في توقيت ممتاز في اللقطة الماضية يستعيد هذه الكرة من جديد انطلاقة محاولة عن طريق التقدم أليخاندرو خطيرة فاتي والهدف الثاني يضيع في اللقطة الماضية غير راضي لامين يامال على قرار حكم المباراة في اللقطة الماضية باحتساب ركلة مرمى لمصلحة الميلان. شوفنا فرصة هدف الضغط من جانب توموري أراوخو لمسة من هناك وصلت في اليمين يامال مازالت الفرصة مازالت المحاولة مر تقدم الله على المرور على العرضية لكن أيضا التغطية